بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدي وحبيبي وقرة عيني رسول الله خير مبعوث للعالمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. الله عز وجل أسأل أن يرزقنا حسن النية. قال المؤلف رحمه الله: الموقوف. كنا تكلمنا عن الحديث الموقوف قبل ذلك، لكن زيادة والتفصيل. قال: وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك. وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك. بين المؤلف الحديث الموقوف، أو عرفه أو حده، الحد يعني التعريف هنا، بقوله وما. وما أي والحديث الذي، وما أضفته، الحديث الذي أضفته يعني أسندته إلى الأصحاب، يعني إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم تتجاوز به بهذا الحديث عنهم، عن الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم ترفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من قول وفعل، من قول صحابي أو فعل صحابي أو تقرير، يعني إقرار أقره على هذا الأمر، فهو يعني ما تعريفه هذا، فهو ما يقال فيه حديث موقوف. سمي موقوفا لوقفه على ذاك، على ذلك الصحابي. فهو موقوف زك. زك يعني علم. زكنا علم. عم نقول يسمى حديثا موقوفا، ما عم نقول صحيح غير صحيح ضعيف، عم نحكي اللي هيك حده، اللي هيك تعريفه، اسمه حديث موقوف، سواء اتصل اسناده الى هذا الصحابي ام لم يتصل. وهنا تنبيهات. منها أن قول الصحابي، إذا قال الصحابي كنا نفعل كذا ونحوه، لما يقول الصحابي كنا نفعل كذا ويضيف هذا الذي يقوله كنا نفعل كذا إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كنا في على عهد رسول الله مثلا صلى الله عليه وسلم نفعل كذا، فهذا له حكم المرفوع وإن كان من كلام الصحابي، لأنه لما يقول كنا نفعل يعني كل الصحابة، وإنما يفعلون بناء على توجيهات وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون حديثا مرفوعا. لأن هذا الفعل الذي كانوا يفعلونه سمي مرفوعا لأنه محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع عليه وقرره، سكت عنه، فإن كان هناك تصريح باطلاع النبي صلى الله عليه وسلم عليه على هذا الفعل،
فهذا يسمى مرفوعا بالإجماع، يعني ما فيه خلاف. مثلا قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، يعني في حياته إيش كانوا يقولون؟ أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر وعثمان، ويسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. فإذا هذا له حكم المرفوع. وهذا الحديث رواه الطبراني في الكبير، في المعجم الكبير. أما إذا قال الصحابي شيئاً ولم يضفه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يسمى موقوفاً، موقوفاً على الصحابي. لكن الظاهر هذا موقوف من حيث الظاهر، لأنه كلام الصحابي ما أضافه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. من حيث الظاهر هذا حديث موقوف، لكن بعض الحفاظ كالحاكم أبي عبد الله قال هذا مرفوع. الظاهر أنه موقوف، لكن هذا مرفوع، والمثال عليه قول عائشة رضي الله تعالى عنها: كانت اليد لا تقطع في الشيء التافه، كانت اليد لا تقطع في الشيء التافه. معناه لو واحد مثلا سرق لقمة أو سرق حبة عنب لا تقطع يده بهذه السرقة. العلماء قدروا جعلوا قدرا إذا سرقه الشخص تقطع يده، هذا أقل مما قدره العلماء وذكروه. وكلام عائشة رضي الله عنها هذا صححه الحاكم، صححه ابن الصباغ، أو خلينا نقول صححه الحافظ العراقي والحافظ ابن حجر، صححه الحافظ العراقي والحافظ ابن حجر. أما لو جاء عن صحابي تفسير لآية، يعني تفسير الصحابي للآية، مثلا قال فلان من الصحابة معنى الآية هذه الآية كذا وكذا، هذا موقوف. تفسير الصحابي موقوف. أما إذا قالوا تفسير هذا الصحابي مثلا لهذه الآية مرفوع، فهذا إذا كان كلامه متعلقا بسبب نزول آية، لأن الصحابي كيف يعرف ذلك لولا أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا قال الصحابي هذه الآية نزلت كذا، لا بد أن نزول الآية كان في حياة النبي عليه الصلاة والسلام ليس بعد وفاته، فيكون عرف سبب نزولها من النبي صلى الله عليه وسلم فيكون له حكم، فيكون مرفوعا كقول جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه:
كانت اليهود تقول كذا فأنزل الله كذا، يعني كانت اليهود تقول كلاما فنزلت آية وحيا من الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم، الآية التي فيها كذا وكذا وكذا هذا من كلام جابر، لكن هذا لا يعرفه جابر إلا بسماعه من النبي عليه الصلاة والسلام، فله حكم المرفوع. قد أمر آخر، قد يستعمل التعبير بالموقوف، يعني يقال هذا حديث موقوف في غير الصحابة كالتابعين، لكن بشرط التابعين فمن بعدهم، أتباع التابعين تبع الأتباع مثلا. فإذا استعملت الموقوف في غير الصحابة كالتابعين أو من بعدهم فلا بد من تقييده، يعني إذا قلت هذا حديث أو كلام أو أثر أو خبر موقوف على عطاء، عطاء أبي رباح، أو على طاووس، وعطاء وطاووس ليس من الصحابة، فتقيد موقوف على فلان، إذن هذا ليس موقوفا على الصحابي، فما عادت كلمة موقوف توهم أن هذا من كلام الصحابي. أو وقفه فلان على مجاهد، مجاهد تلميذ ابن عباس، مجاهد ليس صحابيا من التابعين، أو موقوف على مالك أو الثوري أو الشافعي، ففيك تستعمل كلمة موقوف بشرط التقييد، لأنه ما عادت توهم أنه من كلام الصحابي. أمر آخر، بعض الشافعية سمى الموقوف بالأثر، يعني لا يفرق بين الحديث المرفوع وبين الموقوف، يقول جاء في الأثر، جاء أثر عن عبد الله بن عمر، أثر عن أبي هريرة، فبعض الشافعية سمى الموقوف بالأثر وسمى المرفوع بالخبر، فإذا عبر بقوله ورد في الأثر يريد الموقوف، وإذا قال ورد في الخبر يريد المرفوع. وأما المحدثون فإنهم يطلقون الأثر على المرفوع وعلى الموقوف، أهل الحديث يعبرون بالأثر على الحديث المرفوع أو على الحديث الموقوف كما قال النووي رحمه الله. النوع الذي بعده بعد الموقوف الحديث المرسل، وهو الذي عرفه المؤلف رحمه الله بقوله ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط، يعني هنا الكلام على نوعين، على المرسل وعلى الغريب، ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. بيّن المرسل بقوله ومرسل جمعه مراسيل ومراسل،
يعني بإثبات الياء وبحذف الياء. بإثبات الياء فتقول مراسيل، بحذف الياء تقول مراسل، جمع مرسل. سمي مرسلا لأنه مأخوذ من الإرسال يعني الإطلاق. تقول مثلا أرسلت صقري، صقر عندك صقر تصطاد به، أرسلته في جلب الطريدة، في جلب يعني ما اصطاده الصيد. فالإرسال معناه الإطلاق في اللغة، كما في قوله تعالى إِنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزَّاءً. سورة مريم الآية 83-83. إِنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزَّاءً. في قصة طريفة تتعلق بهذه الآية حصلت مع الإمام أبي بكر الباقلاني، أحد كبار علماء الأشاعرة، وذكرها الشيخ محمد زاهد الكوثري الذي كان وكيل المشيخة العثمانية أيام الخلافة، ثم بعد تغير الأحوال لجأ إلى مصر. ذكرها في مقدمة كتاب الإنصاف للباقلاني. يذكر أشياء عن ذكاء الباقلاني وفطنته، من بينها أنه كان جماعة من القدرية كانوا جالسين فرأوه قادما نحوهم، رأوا الباقلانية قادما نحوهم، وكان أخرسهم بأدلته، أقام عليهم الحجة حتى أخرسهم، ألقمهم حجرا. فلما رأوه قادما قال بعضهم لبعض أتاكم الشيطان، أتاكم الشيطان. فسمعهم، فلما وصل إليهم قال الله تعالى إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تهزهم أزا. فإن كنت كما تزعمون أنني شيطان فأنتم كفار، فأنتم كفار. فالحديث المرسل إما أنه سمي مرسلا لأنه مأخوذ من الإرسال أي الإطلاق، يعني الراوي أطلق الإسناد ما قيده براو، أو مأخوذ من قولهم ناقة مرسال يعني سريعة السير. شو العلاقة السرعة بالحديث المرسل؟ لأنه الراوي أحياناً شو بيعمل؟ كأنه أسرع في رواية في هذا الحديث، تعجل فحذف بعض إسناده ليوصل يعني للصحابة إن كان موقوفاً أو للنبي إن كان مرفوعاً، فيسقط بعض رجال الإسناد. فيكون سمي مرسلا لهذا المعنى، أو قد يكون سمي مرسلا من قولهم جاء القوم أرسالا، أرسالا يعني متفرقين. فعلى هذا المعنى سمي الحديث مرسلا لأن بعض إسناده منقطع عن بقيته، أليس أسقط
بعض رجال الإسناد فانقطع. فيحتمل هذا وهذا وهذا. هذا اسمه حديث مرسل. قال وهو الذي منه أي من سنده الصحابي سقط. المرسل الذي منه الصحابي سقط، يعني مثلا تابعي يروي حديثا، تابعي يروي حديثا فورا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسقط الصحابية. التابعي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن بينه وبين النبي صحابي أو أكثر. كيف يكون أكثر من صحابي؟ يكون هذا التابعي روى عن صحابي، وهذا الصحابي روى عن صحابي، والصحابي الثاني سمع من النبي عليه الصلاة والسلام. فأسقط الصحابي من الإسناد، حذفه. هذا التابعي حذفه. ويسمى حديثا مرسلا ولو كان هذا التابعي صغيرا. صغيرا مش صغير بالسن، هنحكي عنها بعد ذلك. شو يعني كبار التابعين وشو يعني صغار التابعين؟ مش الشباب والاختياريين، مش هيك المعنى. مثلا أسقط التابعي الصحابي فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل كذا. يعني قد يكون الحديث يرويه محدث، يرويه حافظ، خلنا نقول البخاري مثلا، يرويه بإسناد متصل مثلا، أو غير البخاري، ابن ماجة، ابن حبان، الحاكم مثلا، يروي حديثا بإسناد متصل إلى التابعي، فيقول التابعي قال رسول الله أسقط الصحابية، لم يذكر الصحابية، وهو لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فيكون الحديث مرسلا. شو حكم المراسيل؟ هذا كلام آخر. على بعضهم قال إذا وردت رواية حديث فيها إرسال، يعني مرسل، أسقط التابعين الصحابية، لكن ورد من ناحية من طريق آخر بدون إرسال، يعتبر هذا الحديث مرفوعا. أحيانا يعني مثلا واحد كان في حياة النبي عليه الصلاة والسلام لكن كان على الكفر، ثم أسلم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا لا يسمى صحابيا. أسلم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، أو واحد كان أسلم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام ثم ارتد، ثم رجع إلى الإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يسمى صحابيا.
كان لهرقل أو لقيصر، اختلفت الروايات، رسول مرسال يعني اسمه التنوخي كان أرسله. هذا روى لكن كان تابعيا. هذا الذي يرويه محكوم بما يرويه بالاتصال، بالاتصال وليس بالإرسال. لا تقبل روايته إن كانت مرسلة، لأنه لما كان على الكفر شو قد يروي. هذه الرواية التي يرويها مقبولة ولا غير مقبولة؟ إن كان بعدها يعني بعد إسلامه يروي شيئا مما سمعه لما كان على الكفر، هذا لا يؤخذ منه. فيؤخذ بما يرويه متصلا ولا يؤخذ بما يرويه مرسلا. نحن عم نسمع هالكلام بس ما شغلتي ولا شغلتكم نقعد نشوف، يعني ما نحن هذا شغل علماء الحديث. نحن يا دوب نعرف بعض الأمور التي يبنون عليها حكمهم على الحديث. هذا شو هذا شو هذا شو تشوفوا قديش هذا العلم عظيم وقديش فائدته عظيمة وقديش هو علم له شرف عظيم عند الله تبارك وتعالى. ولنشوف الزمن اللي نحن فيه، يعني كلمة قل العلماء في زماننا، تعرفوا شو أثر هالكلمة وشو نتائجها. إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ولكن ينقضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، في رواية رؤساء جهالا، فسألوهم فأفتوهم بغير علم فضلوا وأضلوا. فنحن بزمن صعب عجيب، شرف لإلنا أن نكون عم نتلقى العلم عن ثقات في زمن قل فيه الثقات. قل فيه الثقات قد يصل الأمر بعد ذلك إلى حالة الندرة. وقيل في تعريف المرسل يعني في الحكم على الحديث بأنه مرسل، وقيل المرسل ما رفعه التابعي الكبير فقط. شو يعني رفعه؟ يعني أسقط الصحابية فقال قال رسول الله. فإذا كان من كبار التابعين يكون حديثه مرسلا ولا يسمى رفع صغار التابعين، يعني لا يسمى رفعهم مرسلا إنما يسمى منقطعا. لأن أكثر روايات صغار التابعين هي عن التابعين. طب اسم التابعين وأكثر رواياتهم عن التابعين، لكن اسمهم صغار التابعين. ليش اسمهم صغار التابعين؟ لأنهم لم يلقوا من الصحابة إلا واحدا أو اثنين. لاحظوا في اختلاف بين العلماء في تعريف الحديث المرسل، في اختلاف، لأن هذا ما فيه نص لا في القرآن ولا في الحديث، هذا باجتهاد منه. وعندما يقال قيل في الغالب تكون صيغة قيل للتضعيف، هذا كلام ضعيف، الرواية هذه ضعيفة، هذا القول ضعيف. في الغالب لما يعبر عن قول ولا قال فلان كذا وقال فلان كذا وقال فلان كذا وقيل كذا، عادة وقيل هذا القول ضعيف.
أو يذكر. كلمة يذكر كمان هذه إشارة إلى ضعف هذه الرواية، وقد يكون ضعف الرواية من هذا الطريق، لكن هناك طريق آخر يرفعها ويقويها. وقيل إنه ما سقط من إسناده، يعني الحديث المرسل هو ما سقط من إسناده راو فأكثر من أي موضع كان، مش بس إنه التابع أسقط الصحابية ما ذكر الصحابية الذي سمع منه. إذا سقط من الحديث، من إسناد الحديث راو أو أكثر، فيسمى الحديث مرسلاً، وبناء على هذا يكون المرسل والمنقطع واحد. إذا قال مرسل يعني قال منقطع، هذا قول. لكن التعريفات الأولى هي الأكثر في عرف أهل هذه الصنعة، يعني أهل الحديث. فائدة: المراد بالتابعي الكبير من اجتمع بالصحابة وجالسهم وجل روايته عنهم، أكثر ما يرويه عن الصحابة. هذا معناه أنه اجتمع بهم بكثرة وجالسهم وأخذ عنهم. أما المراد بالصغير من التابعين فهو الذي لم يلقى قافتها من الصحابة إلا عددا يسيرا، واحدا أو اثنين مثلا، وكان جل ما أخذه عن التابعين. يعني التقى بتابعي، التقى بصحابي، بصحابيين، لكن ما سمع منهم أو أخذ منهم شيئا قليلا، إنما سمع من التابعين الذين أخذوا، كان جل ما أخذوه عن الصحابة، فيسمى هذا من صغار التابعين. فائدة: لو واحد التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان صغيرا في السن، هذا حكم شو؟ انه شو؟ صحابي، هذا صحابي. لكن في امر الرواية له حكم اخر، ومن حيث الصحبة ثبتت له الصحبة، لكن في أمر الرواية له حكم آخر. فمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو دون سن التمييز كمحمد بن أبي بكر، اسمه بمحمد بن أبي بكر الصديق الذي دخل على عثمان في خلافة عثمان شاهرا سيفه يريد ضرب عثمان بالسيف، فنظر إليه سيدنا عثمان قال له: لو رآك أبوك على هذه الحال ما كان ليرضى، فرمى
السيف من يده وخرج تائبا ولم يشارك في قتل عثمان. كان صغيرا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام دون سن التمييز. له حكم الصحبة، له حكم الصحبة، لكن روايته لها حكم المرسل، لكن روايته لها حكم المرسل، ليس الموصول، ليس المتصل. يعني إن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا مرسل ليس متصلا، لأنه كان دون التمييز. بيكون سمعه من صحابي مثلا. الحاصل أن المرسل مراتب، مراتب في مرتبة أعلى من مرتبة، عشان مفهوم بتفاصيل، بس أعرفوا أن المرسل مراتب. وقد احتج الإمام مالك والإمام أبو حنيفة والإمام أحمد بالحديث المرسل. ووافقهم على ذلك جماعة من الفقهاء والأصوليين والمحدثين. بل قال ابن جرير، محمد بن جرير الطبري، أجمع التابعون لأسرهم على قبول المرسل، ولم يأتي عن أحد إنكاره، ولا عن أحد من الأئمة، إلى رأس المئتين، يعني 200 هجرية، لكن في تفاصيل. مثلا الحنفية يقولون إذا كان المرسل، يعني من روى هذا الحديث مرسلا، التابعي الذي أرسل هذا الحديث، إذا كان من أهل القرون الثلاثة الفاضلة فنعم نقبل مراسيله، أما إن كان من غيرها فلا. الشافعي له كلام آخر في المراسيل. نقف هنا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هللوا وصلوا على رسول الله. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيك.